قام وزير التعليم العالي والبحث العالي طاهر حجار وعلى غير العادة بافتتاح اليوم الأول من ثانوية سيد البشير الجديدة بالطيش نور الدين بولاية وهران، والتحق السيد الوزير مع التلاميذ بمقاعد الدراسة ليفتتح من خلالها السنة الجديدة بتشجيعه لهم ونصائحه بالعمل والمثابرة والجد لنيل النجاح. وقد قام بتفقد عدة مشاريع لتدعيم قطاع التربية والتعليم العالي على مستوى الولاية، أهمها إنجاز مشروع 20,000 سرير بجامعة واحد أحمد بن بلة، والذي سيكون زيادة ودعما لإيواء الرياضيين بالألعاب المتوسطية. سارة فرندي. لنا ربما دور بسيط نسهم به ونساعد في هذه العملية من خلال مشروع 20,000 سرير المبرمج، والذي زرناها ايضا مع السيد الوالي ومع السيد رئيس المجلس الولائي، والذي سيخصص ان شاء الله او سيكون تدعيم للمدينه الرياضيه المتوسطيه التي ستأوي الرياضيين، وهذا الحي الجامعي سيكون له دور ان شاء الله في ايواء الرياضيين، بحيث ستكون الغرف مجهزه بطريقه ميناجي، يعني مهيئه بشكل فردي يستفيد منها الرياضيون في هذا الدورة. ليضيف وزير التعليم العالي والبحث العالي طاهر حجار أن هذه السنة لا تعرف تأخرا في الدراسة عكس السنوات الماضية، كون النظام القديم لم يتبقى منه إلا بعض الدفعات. سارة فرندي. ثانية، كانت امتحانات وتاع الاستدراك تجرى في سبتمبر، إذن بالنسبة لنا احنا كإدارة وكأساتذة وكطلبة مجندين من شهر سبتمبر، لكن نظرا لأن القاعات فيها الامتحانات فالطلبة ما كانوش يدرسوا دروس المحاضرات والدروس التطبيقية، لكن الآن في النظام الجديد وين ما عندناش امتحانات استدراك في سبتمبر، لهذا انطلقنا في الأسبوع الأول. إذا لاحظتوا في السنة الماضية وفي السنة اللي قبل، لأنه الدفعات تاع النظام القديم انتهت، بدأت تنتهي، وانتهينا منها في السنة الماضية.